أنا محمد، بدايتي في التطوع كان عبارة عن تحفيز من والدي، حيث أنه كان يأخذني وياه أن أشارك وياه في الأعمال التطوعية في رمضان. استمريت على هذا النحو لمدة ما يقارب سنتين، حيث أني كونت نفسي وشخصيتي التطوعية. بعد ذلك اتجهت أني أنتمي أو أسجل في فريق تطوعي تم تعييني كمشرف عام للمتطوعين على مستوى مارت الشارقة. طبعا من خلال احتكاكي مع الناس وتواجدي وياهم كونت شخصيتي، طورت من نفسي